والله ما سايبك حرامية. زقت مراتي تحت العربية ودماغها اتفتحت. يا عم الشنطة في ايدي. يا عم حرامية دي حرامية؟ ايوه انا صورتها فيديو يا عم. صورتها ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. انت بتقولي الله دي صورتي فيديو اهي. اهي دي انتوا حصانة بقى. انت بتصوريني ليه اصلا؟ انا مش فاهمة حاجة. والله لو اديك الاسم ما هسيبك. ليه يعني؟ تشهدي معايا يا حبيبتي؟ ايوه يا عم. خدي كده الشنطة سيبي يا حرامية. يعني حرامية. هي دي يا بابا اللي مسكوها في السوبر ماركت حرامية وقعدت تقول لهم والنبي خلاص والنبي خلاص. بص يا استاذ بص الفيديو يا استاذ. يا خبر ابيض. لا يا ماما. زقت مراتي تحت العربية. هي يا عم. انا هي يا حرامية. مش انا. لا الفلوس. مش ماما. انت ايه كل التليفون مرة منك ما تسيبهاش على الاسم. طوالي يا شباب. ثواني يا عم اتفضل. تشهد معايا؟ تليفون مين ده؟ تليفوني انا. خدها معاك. ثواني انفع يا حبيبتي لما اروح الاسم ناخد التليفون ده. لا يا عم اسمي يا عم. قسما بالله ما هسيبك. اقول لك على حاجه دي بنتها شبهها بالظبط. لا مش بنت ولا حاجه والله. ايه اللي حصل بس؟ ايه اللي حصل كده؟ البنت كانت جريت قالت لي في حاجه. بصي ما تاخدهاش في دوكا. طب اعمل استني. ماما ايه اللي حصل؟ لا هتقولي ماما لهاش ده حصل مش هتنساش يا حسن. طيب ما عملتش. انا شاهد معاك يا عم على الاسم يا ابو طارق. الاسم والله العظيم انا سايبك يا حبيبي. انت ما عملتش حاجه. افتتحش بوقك يالا يا عم. ايه اللي يديك ويخلصوها كده عشان شكلها برضه مش عاوز مش عاوز حق مراتي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لمراتي؟ انا ما اعرفش مراتي اصلا. ثواني يا ست الكل بنتكلم. خد بنت يا سوكا. يابا هي دي انت شفتيها صح؟ يا شفتها بعيني. ثواني يابا. انت يا بنت انت بتتبلي على مين؟ ثواني لو سمحت. بتبلي عليكي ليه؟ يا استاذ ثواني ايه؟ زقت مراتي تحت العربيه ودماغها اتفتحت. يا لهوي يا لهوي. استني بص الفيديو. يا الفيديو. حرامية. بص تلت اللي باين على الاسم ده. بس اللي باين. سوري بس انت ماسكها ومعاك فيديو. اه يا حرامية ثواني اللي يديك نخلصوا برضه. نقولوا اللي لينا واللي علينا نخلصوا الموضوع. ودي شوف اللي راضيك برضه ايه. اخد شنطة قصاد شنطة. حقك. حق مراتي. حق مراتي. ما خسرت الشنطة دي كده. لا 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 طب سيبي. طيب هاجد ماما يا عم. عاجبك تعالي معايا على الايه يا عم. قولي الكلام ده في الاسم يا عم. خلاص يا عم. خلاص خلاص يا عم. الله يسهلها. اتكل على الله يا عم. والله عشان خاطرك انت بس عسابك. اتكل على الله. انا بقول لك اتكل على الله. وامسحي الفيديو ده. انت يا استاذ امسحيه برضه. امسحيه عشان خاطرك انت. انت يا عم. هقول لك اشغلت ايه. لا بقى يا شيخ ده انت عندك عيال حتى حرام عليك. عيالك يقولوا لك ايه؟ انت انتوا عصابه ولا ايه؟ والله لو دخلت الاسم ما تطلعش. شنطتي يا ايه عصابه؟ ينفع حد يقول لعيالك يا ولاد الحراميه؟ ايه ايه الكلام ده؟ هو مش حراميه مش حراميه. انت من ساعه ما وقفت وعملت صوت وصوتك عالي. هو يعني صوتك عالي دوت هتاخدي معانا حق وباطل ولا ايه؟ جيب لي ماما جندرها. مش امك اللي حراميه؟ يا بابا يا عم بابا ماما مش حراميه. انا بقى مش عارف هي دي الحراميه. يابا هم عاملين خلطبيطه مع بعضيهم. يلا احنا الموضوع عدى كده. احمدي ربنا. انت ايه ده ما عملتيش حاجه؟ اتقي الله حرام عليكي. كل ده ما عملتيش حاجه؟ ما عملتيش حاجه. بتهزري ولا ايه؟ يا عم عايش شنطتي. ده الفيديو انا شايفه بعيني. انا شنطتي فيها ورق ابويا. الورق وخد الفلوس. انا مالي انا مالي. قول له والنبي راح قول له هات الحاجات اللي في الشنطه. يلا يا بنتي يلا يلا يابا يلا. والنبي وعايز شنطتي. يلا سوخي انت يا عم. والنبي يا عم عايز شنطتي. عايز شنطتي. يا انا عايز ايه شنطتي؟ انا حراميه ماما. انا حراميه. هو انت حراميه زي ما الراجل ده ما بيقول؟ حراميه دي يا عم. البنت عليك الشنطه قدامك. حراميه ايه يا صالح؟ يبقى انت بقى اللي بتسرقي فلوس بابا. يا نهار اسود. هناكله منين؟ احنا معناش فلوس. هنعمله ايه؟ انا عاوز اقول لك على حاجه.
قول. انا قدامي مصلحه حلوه بس محتاجه شويه فلوس كده. طب هنجيب الفلوس منين؟ انا قدامي واحد يطلع الجنيه بجنيه. ازاي يعني؟ يعني خدت منه 100 جنيه بعد سنه بترد له 200. طب ده حلو قوي. بس العمليه دي محتاجه يعني اقل حاجه 25000 جنيه. 25000 جنيه؟ ايوه 25000 جنيه. مش بعد سنه هنرجع الفلوس؟ لا ممكن اقل. ده ممكن من اول يوم. من اول يوم؟ ايوه نرجع الفلوس. طب ايه هي الشغلانه دي؟ هي شغلانه شمال بس كده. يعني 25000 جنيه دول هيلزمونا لازم نغيروا اللبس المعفن اللي احنا لابسينه دوت، نلبسه لبس شيك وقيم كده. ده اول حاجه. وتليفون نضيف لزوم الشغل. تمام. اول برضه فلوس تبقى في ايدينا كده عشان الدنيا تمشي. انا معاك. بابا ايه؟ انا معاك في اي حاجه. عمي انا معاك في اي حاجه انتوا هتعملوها. ايه؟ معاك. معانا؟ معانا أمنية؟ معاك يا بابا، أنا هعمل لك اللي أنت تقولي عليه، وأقول لك حاضر ونعم وبس. بنت أبوك يا بنت. معايا؟ أيوة معايا. بينا على الراجل، يلا بينا. الله عليك يا رب، يلا. يا ماما مش قادرة، يا ماما عايزة أخش الحمام. حاضر يا ماما. لو سمحت. لا. الحمام فاضي؟ أيوة فاضي. طب خش. خد يا زنزانية وعلي. ليه؟ مش الحمام؟ ليه؟ 5 جنيه قبل ما تخش الحمام. ماشي اتفضل. 5 جنيه. عشان واحد ضحك عليا داخل الحمام ولا هديك قبل ما اطلع وضحك عليا وجرى. لا مش هضحك عليه. ماشي 5 جنيه دي؟ ماشي. طن طن لو سمحت يا دنيا ينفع تساعديني عشان خاطر يا دنيا؟ ماشي ماشي بس مالك في ايه؟ ينفع بس تخلي الشنطه معاكي دي، الشنطه دي معاكي؟ طب ليه طيب في ايه بس؟ اصل في حرامي بيجري ورايا. طب هاتي ما تخافيش خليها معاكي، هروح انا دي بابا بس وجايه. طب ماشي يا حبيبتي بسرعه. طيب يا عيني حراميه. في ايه؟ والله ما انا سايبك يا حراميه. حراميه ايه يا عم؟ شنطه مراتي. ده البنت زقت مرات تحت العربيه، رجلها اتكسرت قسما بالله ما هسيبها. يا عم ايوه الفلوس. حراميه. وتليفون مرات. ايوه يا حبيبتي. انا صورتها فيديو. صورتها فيديو؟ اهو. ايه ده؟ بصي صورتك فيديو اهي. حراميه. ظهر البت بس اللي باين. انا مش حراميه. وهي بتديك الشنطه. طب تعالي معايا الاسم بقى وقولي الكلام ده في الاسم. انا مش حراميه بقول لك. الحمد لله. اللي هي حراميه. بابا مش هي دي يا بابا؟ سكي يا حبيبتي. الناس مسكوها في السوبر ماركت بتسرق يابا. هي دي. بص يا بنتي عاملها انت ولا ايه؟ مش حراميه. ايه ده سلاسل الغوايش والسلاسل ده؟ ايوه بابا. بص يا استاذ الفيديو اهو، والبت بتسلمها الشنطه في ايديها. خد على من ايديها كده على الايد. بص عندك حراميه. سكي. الحمد لله انا خدت 5 جنيه عشان هي حراميه. تشهد معايا يا باشا؟ انا مش حراميه يا حبيبتي. تشهد معايا؟ اشهد. يلا بينا. قسما بالله ما هسيبك الا في ناس. انا بقول لك انا مش حراميه. تقلي يا شيخ. ماما عملت ايه؟ انا شفت حاجه بعينيك عشان تتكلم معايا. في ايه والله؟ حراميه ولا مش حراميه؟ حراميه يابا. دي عصابه. دي بنت شبهها بالظبط نسخه منها. والله انا مش حراميه. اهو شوف الفيديو اهو. اتفرج على الفيديو. انا ما عملتش حاجه. بتقول ايه؟ ماما عملت ايه؟ حميت انتوا عصابه بقى وبتشتغلوا. ايه انتوا العصابه مش انا العصابه؟ تعالى. وسع ايدك يا ابني ما تمسكنيش. اسمع مني والله ما سايب على الاسم عم عملوها يا بنت. حرام عليك. او خليها هنا. انت ما عملتش حاجه بقى. مش بتاعتك. حرام عليك. ايه لا يا شيخ. انت اللي عامل والله. سهره بتنام ازاي على المخده بالليل وانت في السواقه كده؟ انت عندك بنت تقلا. الناس هتقول لي بنتك يا بنت الحراميه. عارف لما مش واحده ست كنت فرمتها والله. والله كنت مديت عليها. والله انا مش حراميه. انا ما عملتش حاجه والله. يا بنت ثواني يا عم. دلوقتي بالهدوء يا عم. ثواني ما تعصبش نفسك. ثواني. اللي يرضيك يا عم حقك وحق مراتك ونجيبولك دلوقتي. يا عم حق مراتي اخد شنطه قصاد شنطه. حقك. اه هاتي كمان. لا مش تاخد شنطه. هاتي. هتاخديها بصوتك. هتضربك. انا ما عملتش حاجه. هتنازل. انا مش حراميه. هاتي كده. وسع كده حضرتك. اسمعي بقى. سيب شنطتي بعدين. شنطه. مراتك حصل لها ايه؟ رجلها اتكسر. يلا خدها يا عم. حرام عليك. حرام عليك. وسع ايدك كده وقتك ما تمسكش ايديا. يا عم والله عشان انت راجل محترم بس احسبها عشان خاطرك انت بس. يا عم شوف مراتك انت. طمن على مراتك. اروح اشوف مراتك. وطمنا عليها. روح. انا ما عملتش حاجه. انا مش حراميه. والله يا عم ده طيب. بيصوروك يعني يعملوا ايه تاني؟ هي البنت جت قالت لي خد الشنطه في حراميه بيجروا ورايا. والله الاسطوانات بقى. اه البنت بقى متفقه معاكي والشنطه ومش الشنطه وتخش الحمام تستخبي. فاهمينها المواضيع دي.
فاهمين عارفه والله انت لو راجل كنت فرمتك دلوقتي. صدق انت راجل مستفز بقى. انا مستفز؟ اه مستفز. يلا ما الناس يلا يابا عشان انا عارفاك هتتعصب وهتضربها. عملت ايدي عليها وانت عارفه بابا شوف. امشي من هنا يا عم. هدي نفسك ما تتعصبش. ايه ده في ايه؟ خلاص. مين داخل مع مين؟ انا تبع المبولة هنا. ماشي يا حبيبي ماشي. اقعد ده ارجعه بحاجه. ايه؟ انت عايز تخش الحمام؟ لا مش عايز اخش الحمام. 5 جنيه بس. لا مش اقعد انت شوف شغلك يا حبيبي ارجعه بحاجه. اه شكله غلبان. اه يلا يلا عشان ما اعملش جريمه دلوقتي. والله اعمل جريمه. عارفك يابا. وانت جزاك الله كل خير. اه والله. برضه نقوله اللي لينا واللي علينا. سلام عليكم. يلا يا بنتي. ليه كده يا فندم؟ حرام عليك يا حبيبتي. مساحه الفيديو ده انا ما عملتش حاجه. ماما ما عملتش حاجه. هي جت عطتني الشنطه بتقول لي ان في ناس بيجروا ورايا وهنادي بابا واجيلك. انا ما عملتش حاجه. ماشي امسح حبيبتي الفيديو ده. خلاص مسحت. ايه الهبل ده؟ يلا بينا. ما تضحك عليا. ما تدينيش الخمسه جنيه بتاعتي. بس انا مش عبيط. انا خدت 5 جنيه. الريحه معفنه دي. هاني مالكش دعوه بيا. ما تلعبيش معاه وما تهزريش معاه. عارفه انا بقى قد كده مش هقول لك يا دوحه. عارفه هقول لك ايه؟ ايه؟ بتنجانه. بص يا تيتا بيقول ايه؟ شبه البتنجانه بالظبط يا تيتا. عيب كده يا هاني. بص اخوك قاعد محترم ازاي كده؟ ما هو شبهها بتنجانه. اتنين بتنجانه. كده يا هاني؟ عيب كده يا هاني. ايه يا ستو انا؟ ستو انا انا ايه يا ستو انا؟ لا ستو انا بتغسل انا بتغسل يا هاني؟ بتغسل يا هاني؟ ايه يا حبيبتي يا في واحد حرامي بيجري ورايا عايز ياخد مني الشنطه دي. ينفع تخليها معاكي عشان حاضر اشيلها لك؟ ما تخافيش عشان خاطري خدالي. ما تخافيش يا حبيبتي. ما هروح اجيب بابا وجايه. ماشي. شنطه مراتي. في ايه يا ابني؟ حراميه زقتها تحت العربيه. زقت مين يا ابني وشنطه مراتك ايه يا والله العظيم ما سايبكم يا عم. ايه يا حبيبتي؟ انا صورت شنطه دي فيديو. بص شايفة؟ انتوا عصابة شكلكوا يا ابني. انا سبتهم معاكي بقى. ده انا سبتهم والله العظيم. ما انا سايبك الا في الاسم. ليه يا ابني حبيبتي؟ انت صورتي ليه يا حبيبتي؟ في حاجة ولا ايه؟ يا عم بابا. ايه؟ مش دي الحاجة اللي شفناها في السوبر ماركت بتسرق حاجات يابا؟ قطعت لسانك يا بنت. ايوه انا سبتهم يا بنت. انتوا عصابة. انتوا عصابة البلاد. ما هسيبكم يا عم. انا بحب التصوير وحاسك ان انا يا عم انا صورتهم. تعالي معايا بقى على الاسم حاجة. ليه يا حاجه؟ عشان ما مدش ايدي عليك يا حاجه. والله انا سايب ثواني يا حاجه. بنت صغيره جابتها لي ولا قاعده؟ لو مات يغمى عليها. ابتدى احنا خايفين. انت عملت دور في الناس. دمرت له ايه يا حاجه؟ فين دمرنا مين يا ابني؟ اهدي بس يا حاجه. ايه اللي حصل؟ واحده البنت الصغيره ديت اللي معاها دي شكلها بنتك اصلا. دي شبهك بالظبط. هي جابت لي الشنطه. في عصابه بتجري ورايا. المشكله بص ضهرها بس اللي باين. ايوه وهي بتديها الشنطه. شفتها؟ طب يا ابني اعمل لها ايه؟ اطلع على الاسم خدها على طول. ليه يا ابني؟ احنا مش حراميه يا ابني. والله العظيم ما هسيبك. لا لا كنت ما تدي عليك. لا ايه؟ والله العظيم ده انا اجيبك من شعرك. حاجه حاجه اهدي شويه كده على رزقك بقى شويه. حاجه اهدي. ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ حق مراتي. حقك يا عم. واحنا ليه بتكلمنا مراتك ولا شفناها؟ يا عم دي بقى خدها على الاسم. يا عم عم شفت كده يا عم. افتحش بقك انت. هو انا خدها على الاسم. اسمع مني دي حراميه تسرق السلاسل من عيال صغيره في الشارع. قدامي قدامي حراميه. والله انا معاك حجها. تعالوا هنا عيالي ما تخافوش. خلاص سيبها شنطه. سيبي بس قصاد شنطه بس كده. ده حق مراتي. حقك لو ضرر ايديك. ده مراتي اغمى عليها. اعمل الفيديو ده تعمل تحبسها. قسما بالله لولا الراجل ده كنت وديتك الاسم. وايه احنا قاعدين في حالنا هنا. البنت جابت لنا الشنطه. والله البنت نسخه منك. شبهك بالظبط. انا مستفزه. انا كداب والاستاذ كداب واللي صورتك كدابه. صورتك فين يا حاج؟ انا كدابين كلكم يا حاج. انتوا العصابه مش احنا. احنا اه والله باشا. خدت حاجتك. لو منك هتجري عليها تاخدها تسحبها تعملها محضر في الاسم. عشانك انت بس هسيبها. بص انت شفتيها بتعمل ايه؟ بص يابا الحاجه دي دخلت السوبر ماركت وكان معاها الشنطه دي وقعدت تعبي فيها تعبي فيها. راح الناس مسكوها وقعدت تعيط. والنبي يا ابني ما تتعمل لسانك يا بنت. اهدى يا حاج. يا استاذ دي شكلها زعيمه عصابه. اسمع مني انا مستفزه. عصمة دي ده عامل دي عليها. بس انا عشان انا لسه جايه من والله عشان خاطرك انت بس. اتكل على الله. اتكل على الله يا عم. اتكل على الله. ما تخافوش انتوا معايا. اتكل على الله يا حاج. اتكل على الله. انا لسه جايه من عمره يا ولد. عمره انت وهي انت وجيش عمره. ايوه ايوه وجيش عمره يا حاج. حراميه تقول لي عمره. لا مش عارف يا حاج. ده انت ست كبيره يا حاج. حرام عليكي. اتقل لا بس. ولا كلمتك يا بنت من زمان. لا ما تزعلهاش.
ما تفتحيش بوقك مع حد، خدي بعضك وقدامي بدل ما ماشي. ايه البت دي ام لسان دي؟ ارحمينا بقى، ارحمينا. يلا قدامي، ما تخافوش علينا، انتوا معايا. تيتا انا خايف قوي يا تيتا. ما تخافوش، خايفه يا تيتا يا حاجه. نعم، عايزه تقولي ايه؟ ليه بتسرقي؟ ليه شفتي انت كمان سرقت؟ ايوه يا حاجه، انا صورتك فيديو، ده انت معاكي يا اولاد. ايوه انا سبتهم، بس احنا قاعدين هنا ما سرقناش حاجه، البت الصغيره هي اللي جابت لنا الشنطه. حرام عليك يا حاجه والله، ده انت ممكن كنت تروحي. وانت شفتينا يا بت احنا بنسرقها يا بت؟ ستي ما سرقتش حاجه، هي اللي جت عطتنا من الشنطه. ماشي يا حاجه، انا همشي يا حاجه. امشي يا اختي، انت كمان شكلكوا عصابه انتوا. قال احنا العصابه. طب هنعملوا ايه يا تيتا؟ ما تخافوش، الشنطه بتاعتك يا تيتا هنجيبوها. تعالوا يلا البسي، يلا وتعالوا نمشي. روحي بقى السوبر ماركت جيبي كل اللي نفسك فيه. ايوه يا ماما. نعم يا حبيبتي، مالك؟ معلش بس ينفع تخلي الشنطه دي معاكي؟ طب ليه بس في ايه؟ انا مش فاهمه. اصل في واحد حرامي بيجري ورايا. طب خليكي واقفه معايا، ما تخافيش. طيب انت، انا خايفه، خليها معاكي. معلش عشان خد، انا هروح انادي بابا وجايه. طب ما تخافيش. طيب في ايه؟ انا مش فاهمه. تعالي حبيبتي تعالي، ما تخافيش. حراميه. مين؟ حراميه. هي حراميه والله العظيم. ما سايبها. مين دي؟ دي زقت مرات تحت العربيه. طيب. مرات دماغها اتفتحت. معلش طلعت تجري كده، طلعت تجري كده. ماما، ايه يا حبيبتي؟ هو في ايه يا بابا؟ فلوس تمام يا حبيبتي، مفيش حاجه. في ايه يا عم؟ دول عصابه حبيبتي. أه مين؟ مين العصابه؟ مش دي بنتك؟ مين دي بنتي؟ انا معرفهاش. دي شبهك بالظبط. ايه؟ معرفهاش والله. انا والله ما سايبك ولا في الاسم يا استاذ. افهم بس بالراحه، هي جت قالت لي الشنطه عشان في حرامي بيجري ورايا. الكلام ده تقوليه في الاسم؟ طب اسمي ايه؟ انا ما عملتش حاجه. نعم، انا خايفه يا ماما. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. حرام عليكوا، اتقوا ربنا بقى. يا عم يا حراميه، ليه كده يا طن؟ ليه تاخدي حاجه مش بتاعتك يا طن؟ انت حرام عليك. انا ما خدتش حاجه والله. يا زقت مراتي تحت العربيه يا حبيبتي. كمان يا طن. ايوه يا استاذ، انا ما سرقتش حاجه والله، ما اعرفش حاجه. انا صورتها فيديو اهو. ايه ده؟ صورتها فيديو؟ اه اه. بص، طب بصي، هي باين ظهرها. طب هي اللي بتديني الشنطه. انت وشك اللي باين. هي بتديني الشنطه، انا ما خدت، انا ما سرقتش. عصابه عمو يا حبيبتي. تيجي معايا الاسم يا حبيبتي وتشهدي ان انت شفتيه؟ ايوه طبعا يا عم، اجي معاك. طب قدام على الاسم. طب قول لي حل غير الاسم، انا ما عملتش حاجه. هو انت بتصوري ليه يا حبيبتي؟ يا عم انا بصور، انا بحب التصوير قوي يا عم، وانت عشان ربنا بيحبك بالصدفه صورت طنط دي. الحمد لله انت مصوره قدام على الاسم. طب قول لي حل غير الاسم، انا ما ينفعش اتبهدل في الاسم، انا اروح على الاسم اعمل والله ايه؟ والله ما هسيبك. طب قول لي انا اعمل ايه؟ انا ما خدتش حاجه. هاخد شنطه قصاد شنطه. يعني مراتي دماغها اتفتحت. ما تخافيش يا ماما. هاتي لو سمحت. طب تليفوناتي وفلوسي وحاجتي. طب تعالي معايا على الاسم. قدامي على الاسم. ما ينفعش اروح اسم، انا عايزه حاجتي لو سمحت. شكرا يا حبيبتي. عفوا يا عمو علي. انا ما سرقتش حاجه. تعالي تعالي، ما تخافيش. تعالي ليه كده يا طنط؟ ليه؟ انت بتاخدي حاجه مش بتاعتك، حرام عليك يا حبيبتي. ده انت اللي مصوره وشايفه وهي بتديني الشنطه، يعني انا كنت ماشي انا وبنتي في حالنا، ما خدتش حاجه. ماما اصلا مش حراميه. بس يا حبيبتي تعالي تعالي. انا همشي بقى يا طنط. ماشي حبيبتي، شكرا. ما تعمليش كده تاني يا طنط، حرام عليك. لا يا حبيبتي ما تخافيش. تعالي تعالي نروح نقول لبابا بسرعه عشان لازم يا بابا يعرف. ماشي يا ماما. بس بس تعالي، ما تخافيش.